the king of the jungle. You arguably have the greatest FIFA player of all time, and he's 21 years old? Dossary's having a party. One mistake, he'll finish it for sure. He'll say thank you very much. Thanks for coming. The Saudi Arabian with it! There's never been a year that he hasn't been at the top. أنا أتذكر عني هيك ساعة شخصيا أبغى الناس تقول أفضل لاعب فيفا هو لاعب. أهلا أنا مساعد الدوسري حياكم في وثائق ريد بول. عشت طفولتي في الخبر. طفولتي توقع كانت عادية بس مليئة بشغف خص كرة القدم داخل العائلة تحديدا يعني. يمكن أول ذكريات اللي هي الفلقة اللي هنا هذه بداية الذكريات كانت أول ألعب كرة صغير في البيت طحت ألعب كرة وجتني هذه الفلقة. كان يحب الكورة أكثر ما له فالكورة هي تنافس خلاص هنا دخلت مزاجي تنافس جماهير دفايز وطقطق على قوية كذا خسران هذه يعني متعة صراحة was really intense مباراة لياقية صعبة والله بس استمتعت عشان في كثير من الشباب والله ما شفتهم من زمان كان شيء جميل اني ارجع اشوفها أول مرة قابلت مساعد كان في بيت ولد عمه الثامن الدوسري كنا قاعدين مجتمعين ويكند نلعب نستانس نضحك فدخل علينا المساعد كان أصغرنا ثامر كان البيك بوس في البلاي ستيشن وهذه الأشياء قال له مساعد تلعب معي أنا طالع قلت أوكي يعني ممكن تستانسون جاء قال له ثامر أوكي يلا يلعب معي ثامر عنده عادة لما يلعب يكون يسولف ياخذ يعطي ما يهتم تعال اشوف ثامر عدل جلسته غير جلسته وولد تحمس فانا طالعت فيه اشوف الجيم الاول سائل فاس ثامر فالمباراه الثالثه صدقيني يعني كنا بنطلع نتعشى ما طلعنا فجيم ورا جيم جيم ورا جيم فاليوم اللي بعده سالت ثامر قلت ثامر هو عشان صغير انت تعطيه جو ولا هو لعيب قال والله يا وليد كذا يقول ما قد لعبت مع شخص زي كذا فنان Well, this is a big moment, and don't these fans know it? The first time I heard the name Dossary was playing FIFA 17. And it was like a leaderboard structure via Foot Champions, and it was 40 games a weekend. There was like a dedicated qualification month, and you needed to get as many wins as possible to qualify for the actual in-person tournament, the LAN event. He got in the way of that cross. And he had a big number. طور الفوت تشامبيونز كنت ادري اني فرق الاوسط كويس بس هل انا ناوي ادخل المجال والدنيا يعني واحط وقت كافي ولا لا يعني اهلي معروفين في الشرقيه يقولون والله ولد سعود مثلا راح نسافر الله عشان يلعب فيفا وناسي دراسته وش مو من جده ذا فلما سجل تأهل للبطولة الثانية كانت في كندا فجت دعوة من نفس شركة EA بطولة يشارك فيها في البداية هو كان متردد انه ما يبغى يضيع فكنت اقول له روح خذها كتجربة يعني تجربة تعيشها حتى لو طلعت
فهو من كثر ما هو يخسر خسارة أذكر إلى اليوم الكلمة اللي قالها، ومن ذاك اليوم أنا عرفت أنه هو بطل وعقلية بطل. قال أنا ما أبغى أروح أخسر وارجع، يا أروح أكون البطل ولا ما أروح. It's going to be Ms. Dossary playing in his yellow and black stripe, and of course, Fee Phantom will be in the green. So here we go then. I'll actually never forget the moment that I was introduced to the beginning of his legacy. FIFA 2017, and this is the first year of really having a competitive calendar. He almost misses the event. He comes off a flight. He looks exhausted, and he shows up. I think he had flip-flops on. I don't know anything about this guy. I don't think anybody does. From Ronaldo, he's in, it's 1-0. Ms. Dossary continues as he has done all day to score these first goals. And he comes in and dominates, wins everything. Dossary was a lot better than the other people in that region, especially at that tournament. He's gone through the entire tournament without losing a single game. حتى يعني اللاعبين الأوروبيين والله يقولون هذا لو لعب معانا ترى من جد بسبب لنا إزعاج. فتحت لي الطريق، سهلت لي شوي، حتى أنا أتقبل أكثر. الناس والله يقولون لا والله راح وفاز. After Ms. Dossary wins in Vancouver, that's his introduction to the competitive scene. The big question mark from that point forward was what's next? فوز الاتحاد يعني جدا هو عاشق الاتحاد. إذا فاز الاتحاد هو أسعد شخص، وإذا خسر الاتحاد لا حد يجي. بس في البطولة يعني اللي يشوفك تخسر يشوفك شخص هادي مرة، فأنا هذا شيء دائما أسأله واستغرب. وطبعا مساعد حتى لا شاف فريق المفضل في السعودية الاتحاد يشوف المباراة، هو واجد طول الوقت معصب يخلي اللي حوله يرتبكون. أما في البطولات يعني شخص هادي، وأنا دائما أسأل أقول له كيف أنت في المكان الخاص فيك يعني تكره الخسارة وتعصب وتظهر انفعالاتك يعني. Ladies and gentlemen, this is the main event on the Xbox. It is the final of the Xbox console. It's Ms. Dossary versus Tex. He's a big moment player. I don't think he brings the full package until every eye is on him. He is the reverse. I don't know, nervous player or whatnot. Like he needs that extra. The Saudi Arabian with it. 2-2 on aggregate. It was probably the top two performing players coming head to head in the final, and all the way into penalties as well. So it was always gonna be a big game heading into it, and yeah, it didn't disappoint. I do not believe what we're seeing. Mendy now. No! Wide. One last chance for Dossary to win. It's Robertson. He goes right. He scores. Being so composed in big moments, that's why he's been a champion on multiple occasions. They say the grass is green, the sky is blue, and Ms. Dossary is going to win something every single year. Another trophy. Ms. Dossary, congratulations. 3 World Cups in a row. There are things that people don't see that go into it, and it's not easy. It's not easy, especially maintaining that high skill level that Dossary does have. Ms. Dossary, congratulations, and we shall see you I there. I have one more message, please, if may. Okay, go for it. Yeah. Well, the last 3 or 4 days, it's been hard days personally for me. My grandmother has passed away. So I want to send this trophy to my grandmother, and hopefully I know that she will be proud of me. وقتي كله مبني على فيفا، والوقت اللي يتحسن، السفر اللي أسافره. يعني أنا في مرة بشهر واحد سافرت ركبت 17 طيارة، محظوظين فيها وشيء نسويه نحبه، بس هو يجي مع حياة كثير أنت تسويها. سافرت لعبت بطولة يعني معروف حتى من تراج حكي، معروف الشباب اللي يجوا معي كثير. راح
I think having the right people around you is very, very important. And, you know, it can definitely lead to better performances, you know, staying calm, you know. Having the right people around you is vital. يعني في كثير كانوا بشكل عام يحسبوني انا الكوتش لان انا دايما في الستيج. مساعد ما يحتاج ما شاء الله عليه ما يحتاج اي احد يدربه. مساعد اذا كان مرتاح يسوي اللي هو يبغاه، فعشان كذا احنا دايما انا تامر فهد اخوه دايما ما نكون معاه ليه؟ لان نعرف مساعد يحب يكون الاشخاص القريبين منه معاه. يوم حق كاس العالم في لندن 2018 كانت أول بطولة كأس عالم له، وهذه كانت أهم لحظة صدق، يعني مو بمساعد فأنا كشخص. الإي جيمينج بديت ما كان في شيء، يعني الناس تحب اللعبة وتلعب بشكل ما في مرجع لها، ما في نفس الشيء بالضبط. فبالنسبه لي هي واضحه خلاص، بعد فيفا مساعد يترك نفسه كلاعب فيفا يكمل مشروع اللي يخص فالكنز. هو فعلا فالكنز احد اهم الاهداف الرئيسيه اللي رجعناه، او اقل للسنه الاولى من سنة ونص، انه يدعم اللاعبين السعوديين اللي هم يحتاجون. If competitive gaming has given you so much, you kind of want to give back. You want to inspire, you want to provide careers for future players. And even though MsDossary is extremely young and he's still competing, you never know how many more years you're going to be at that. And if you can develop talent at the same time, that's incredible. That's amazing. That's something that builds that legacy that lasts way beyond your competitive career. أكيد يعني فريق فالكون الآن يعني يوم بدأوا يعني خذوا صيت عالي في الميدل إيست مع توقيعهم مع لاعبين مثل تايسون من أوروبا وحقق بطولة فورتنايت في أوروبا، يعني أتوقع الصيت بيكون عالمي فالكون. يعني ما ياخذ الا الافضل، الافضل ما يجيب الا الافضل فالكون. مواليد سعوديه. اي هو يعتبر سعودي. في ساره اليمينه. ومساعد طبعا يهمه جدا تشريف الوطن صراحه، ودائما كان يقولها انه يهمني مره اني اشرف الوطن واقدم له شيء، ودائما يقول ان حلمه كان يعني قابل سمو سيدي ولي العهد، والحمد لله يعني حصل على هذا الشرف. وكان سعيد جدا فيهم. كانت طبيعية أن الولد يكمل دراسته، بعد دراسته يخش الجامعة، وبعدين يتوظف خلاص ويكمل مسيرته. بس أنا يعني شوي سبحان الله غيرت الطريق عندي. أكبر هدف لي هو تحقيق كأس عالم. We have the king of the jungle, multi-world champion, and the question that everybody is asking, can MsDossary do it again? الأشياء اللي تسعدني هي أكيد أرضاء أهلي في أساسي، كيف أقدر أصيغه بالشكل الأفضل، اللي هو أنا من جد حريص أن على رد كتقدير من مساعد القيادي، يعني صراحة وحريص ان لما يكون فيه يعني فيدباك منهم كمساعد يعني يبسطني جدا. ثالثا نادي الاتحاد اذا فاز